توأم تلفزيون ام تي في الإذاعي، بعد حيازتها العديد من الجوائز الدولية وحلولها في المرتبة الأولى في مهرجانات الإعلام المحلية والعربية، توجت مسيرتها في 8 كانون الأول 2013 باختراقها جدار موسوعة جينيس، محطمة رقماً قياسياً حين تمكنت من البقاء على الهواء في بث مباشر ومتواصل لأكثر من 46 ساعة دون توقف، وتمكنت خلال هذا البث من جمع تبرعات نجحت بها في إجراء عملية جراحة قلب مفتوح أنقذت من خلالها طفلة تكافح الألم والخطر. لقد تألقت علماً وجمالاً وثقافة، وإذا بها صورة من الصور المشرقة لما حققته المرأة اللبنانية من حضور وريادة وعطاءات. قدمك الأستاذ أنطوان فضول إعلامية العالمية، وأنا برأيي هيدا أقل شي بينقلك ريمان جيم، شو شعورك هيك بهيدا التكريم؟ هلا كتير عالمية يعني، عرفتي، بس انه دخل الاسم، اسمي واسم اغاني بالموسوعة العالمية، فهو استوحاها من هيك. انا بالكلمة قلت يعني انه نحن بلبنان كلنا عالميين، صرنا من كتر ما منعاني ومن كتر ما من قاوم بكل المجالات، فانا بتصور بالمجال الاعلامي قومت كتير، قومت كل شيء بالشعب، بالشيء الحلو، بالكلمة الحلوة، وبحب انه الناس تنتبه على الشغل اللي عملته، خاصة أنه كان بيهمني دايماً أنه الإعلام يكون بخدمة الإنسان ومش بالعكس مثل ما عم نشوف أوقات. ريما، قد ايه بيعني لك تكريم هالقد ثقافة وهالقد ناس عطشوا للبلد يعني؟ كتير حلو، لأنه ما بيشبه التكريمات السائدة، يعني اللي أوقات بتحسي أنه ما بتعرفي من وين جاي أو من مين، مثل ما بتعرفي دادي أنه ما كنا عارفين أبداً عنه للمشروع وتفاجأنا فيه، والناس المكرمين ناس من كل المجالات، ناس أبدعت ويمكن أهم مني بكتير، مش يمكن أكيد، بمجالاتها وأكبر مني وعملت بصمة كتير كبيرة، أنه اسمي ينحط بيناتها كمان شيء كتير حلو وأكيد بقدره وبنبسط فيه. عبر أغاني، شو رأيك بانطلاقة أغاني واللي هلأ وصلت له؟ أغاني بتغير لك حياتك، يعني أنا شخصياً غيرت لحياتي. البداية مع أغاني كانت جينيس بوك، فأنا غيرت لحياتي ولاريسا غيرت لحياتها، والناس اللي كلهم اتصلوا وشاركوا بفترة كريسمس، لأنه نحن كان الافتتاح الرسمي لأغاني هو بفترة كريسمس، تغيرت حياتهم، فأكيد لقيتي أحلى بكتير وعن جد رح نوفي بالوعد. مبروك ريمو. مرسي، ثانك يو لكم.